نحن نستكمل مشروع زراعة 1000 نخلة ونخلة في مدينة مأرب، والتي يرعاه الأخ سلطان بن علي العلادة محافظ المحافظة، والذي يهدف إلى تحسين شوارع مدينة مأرب التي تعتبر عاصمة إقليم سبا وعاصمة اليمن الفعلية، كون أنه يتواجد فيها مئة الآلاف من جميع مناطق اليمن وتحتضنهم هذه الأيام، وأيضا لاستقبال شهر رمضان. وإن شاء الله أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق الذي يليق بها كمدينة حضارية. وإن شاء الله هذه المرحلة الأولى، تتبعها إن شاء الله عدة مراحل نستكمل بقية الشوارع، ونتمنى من الجميع أن يتفاعلوا معنا في الحفاظ على ما يتم عمله الآن وما يتم زرعه من نخيل أو أشجار تبرز المدينة بالمظهر الذي يليق بها ويليق بالمواطن الذي يسكن هذه المدينة. ونشكر وسائل الإعلام التي قامت بالتغطية لهذا العمل وهذا النشاط الذي يقام الآن. مشروع من المشاريع الهامة جدا الذي نريد أن تتفاعل معه السلطة المحلية وكل الجهات ذات العلاقة وذات المهمة، مثل مكتب الزراعة، مكتب السلطة المحلية، ومكتب الأشغال العامة. هذا المشروع مشروع كبير ويهتم بأشجار النخيل في محافظة مأرب كنماذج فردية، بالإضافة إلى أننا سندخل في موضوع آخر وهو موضوع الإنتاجية، ونحن طموحين جدا أن نصل إلى مرحلة التعبئة والتغليف من هذا المشروع، حيث أنه سيشمل على 5 كيلو متر 1000 نخلة، وهو بداية مشروع لمشاريع قادمة إن شاء الله، وسنستهدف فيه كل شوارع المدينة، بالإضافة إلى مداخل المدينة، إلى المنشآت الحيوية، بعد ذلك إلى المنشآت الحيوية، ثم إلى المنشآت التعليمية، ومن ثم إلى المديريات التي تجود فيها زراعة النخيل.